كانت حيث كان الخبر وظلت إلى جانب هؤلاء مواطنين تواجدت بينهم في الشوارع والريف والمدن. لم تترك فرحة لهذا الشعب إلا وكانت جزءا منها. النهار لها من اسمها نصيب. كانت هنا حيث خرجت الملايين الهادرة من المصريين في 30 يونيو معلنين انتهاء ليل دامس. انقشع الظلام وأشرقت مصر على نهار جديد، نهار كان مطلعه هنا في قناة السويس الجديدة. كانت القناة ورجالها مع كل حبة رمل تحفر من هنا. شاركوا العمال لحظاتهم الشاقة حتى أحالوا الصحراء إلى مجرى مائي. على صفحته سطر العمال تاريخاً ناصعاً راسمين مستقبل أبنائهم وأجيال قادمة. جولة أمل. هكذا استطاعت النهار عبر حلقات أن تزرع الأمل في نفوس المصريين. نقلت بكل مسؤولية كل مشروع قومي. لم يمنعها بعد المسافة ولا وعورة المكان ولا ضخامة المشروعات من أن ترصد للمشاهد بدقة مشروعات تنموية قد لا تحدث بهذا الحجم إلا مرة في العمر. حجم الشغل اللي احنا شايفينه، ولو هنبتدي نبص هنا هنشوف هي عمليات. يعني شوف اللي بيتعمل في الجبل. انا مش بس عايزك تتفرج على دي، ممكن كمان نطلب من اسماعيل المصور بتاعنا انه يفرجك الطريق هنا ماشي ازاي ومتفرع ازاي، طالع من تحت ورايح مكمل. لانه انت النهارده عايز تربط البلد بشبكة طرق تقطع بيها كل العوائق الجغرافية الموجودة، ولسه اللي جاي احلى مع النهار ومع الرئيس السيسي ومع شبكة تلفزيون النهار كلها. تعددت المشروعات واختلفت قطاعاتها، لكن النهار ظلت على مبدئها دعم الدولة في مشروعاتها أينما كانت. كانت هي في الفرفرة غرباً حيث بدأ حصاد القمح في مشروع 1.5 مليون فدان، أو في أسيوط جنوباً عند افتتاح مشروعات ضخمة كمحطة كهرباء أسيوط وإعلان الدولة نجاحها في حل مشكلة الكهرباء خلال عام فقط، أو هنا في القاهرة حيث العشوائيات وحلها في مشروع يكلف المليارات لكنه ينهي مشكلة ظلت صداعاً للدولة طوال عقود مضت. ظلت النهار متواجدة أينما كانت الأحداث وأينما كانت اهتمامات الناس. في 6 أكتوبر طوال أعوام 5 هي عمر النهار، شاركت القناة فرحة مصر والمصريين. رصدت أجواءها في شوارع القاهرة وسمائها. كانت دوماً ولا تزال سنداً لقواتنا المسلحة في الحرب ضد الإرهاب. لطالما كانت النهار في قلب المواجهة الإعلامية، ترصد ما يحدث في شمال سيناء وتنقل بدقة ومسؤولية جهود القوات المسلحة في محاربة الإرهاب والتطرف. تقف في مواجهة العنف في الداخل ومحاولة تشويه سمعة المؤسسات الأمنية عبر خطاب إعلامي يحث على التكاتف ووحدة الصف. لم تتخلى النهار وقنواتها عن مسؤوليتها في ظل وضع اقتصادي صعب. في المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ، وفرت النهار كل ما تملك من إمكانيات وأفردت مساحات للبث على الهواء. الأمر ذاته تكرر في مؤتمر التجمعات الاقتصادية الثلاث الكبرى في أفريقيا،
خطاب إعلامي صدرته النهار دعماً لخطط الدولة واستراتيجيتها في إقامة شراكة كاملة مع قارتها الإفريقية. من شرم الشيخ إلى مطروح، النهار كانت راعية لمؤتمر مماثل. الاقتصاد ووضعه كانا في القلب من تغطيات ومناقشات وحوارات في العمق. ولم تنتظر النهار في أوقات كثيرة الحدث لتغطيته، لكنها بادرت في شرم الشيخ بتنظيم مسيرة كبرى دعماً للسياحة، مظاهرة ومسيرة في حب مصر، تحيا مصر. وعبر شاشتها طمأن الرئيس المصريين. عايزين نسأل حضرتك سؤال، إحنا إزاي ممكن يعني نواجه الإشاعات اللي بنواجهها وإزاي ممكن ندعم السياحة؟ أنا مش عايزكم تبقوا قلقانين كده، ده أنا ببص لك أتفائل، مش أنتوا قلقانين كده إزاي؟ شوفي، هي كلمة واحدة أنا بقولها بقالي سنتين، طول ما المصريين، أنت فاكرة حد يقدر يغلب المصريين؟ مرضتوا إزاي كده؟ إحنا ما ناكلش وحنبني بلدنا، أنت فاهمة؟ اوعي تخافي، ولا حد يخاف، ولا حد يقدر، محدش يقدر. حاجة واحدة بس، كون كده أي حاجة سهلة، مش هناكل؟ ما ناكلش. هنجوع يعني؟ نجوع، إيه المشكلة يعني؟ لكن بلدنا بسلام وأمان وبنطلع لقدام، والنجاح واضح ولسه هيستمر إن شاء الله، ما تقلقوش. كل وقت يا معاك، تحيا مصر. الفعاليات ذات البعد الإقليمي لم تكن بعيدة عن شاشة النهار، فالقمة العربية في شرم الشيخ كانت محل اهتمام القناة، مستضيفة وزراء ومسؤولين عرب خلال تغطية موسعة من قلب الحدث. وما سعت إليه الدولة في مؤتمر أعمار غزة في 2014 سعت إليه أيضاً النهار، ودعمت من خلال تغطيتها وخطابها الإعلامي ما ترمي إليه المؤسسات الرسمية من دعم للأشقاء الفلسطينيين في المؤتمر الذي عقد بالقاهرة. في الأحداث الجارية لم يكن الأمر مختلفاً، استفتاءات على الدستور وانتخابات رئاسية وأخرى برلمانية انتشرت فيها كاميرات النهار في كل محافظات مصر من أقصاها إلى أقصاها. طوال ساعات الاقتراع وعلى امتداد أيامه لم تترك الاستحقاقات ولم تترك المشاهدة إلا بعد أن قدمت له النتيجة بشفافية كاملة. في الخارج كما في الداخل، الشأن المصري على رأس الاهتمامات، وأي اهتمام يوازي ذلك الذي تحوزه جولات الرئيس السيسي خارجياً، في الصين كما في روسيا، في ألمانيا كما اليابان، في السودان وإثيوبيا والاتحاد الإفريقي، أن حلت طائرة الرئيس تتخذ كاميرات النهار موضعها. هنا في ميناء سان نازير في فرنسا، النهار اتخذت مكانها في الحدث الضخم. القوات المسلحة تزود أسطولها البحري بأول حاملة للمروحيات في الشرق الأوسط وأفريقيا. صباح الورد وصباح النصر وصباح العزة وصباح الكرامة، صباح القوة العسكرية المصرية اللي بتنمو علشان تكون قوة ردع ضد أي واحد تسول له نفسه أنه يحاول أنه ينال من هذا البلد العظيم. هل يمكن لهذه المركبة هذه السفينة أن تعمل أيضا في مهام خارج الحدود المصرية لتنفيذ ضربات ضد الإرهاب الذي يهدد الأمة العربية بالكامل؟ هي طبعا حاملة الطيارات دي أساسا موجودة عشان تبقى تنفذ في مهام خارج حدود جمهورية مصر العربية. واحنا ما ننساش قول القائد الأعلى للقوات المسلحة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لما قال إحنا مسافة السكة، إحنا بنقول بقى مسافة السكة وبأعلى إمكانيات وقدرات إن شاء الله. مراسم نقلتها النهار مباشرة على شاشتها بالتحليل والاحتفال أيضا. هكذا هي النهار دوما، ستبقى كعهدها داعمة لكل مشروع وطني، تقف خلف مؤسسات الدولة ضد دعاوى الإرهاب والتفكك والإفشال.